الجواري. ان شاء الله احنا النهارده بصدد عقد محاضره عن السيلف ايدوكيشن في الجنرال بيولوجي، والطالبه امنيه جمعت تجميع كويس عنها، وهتديكم نبذه مختصره بسيطه تفهمكم يعني ايه الموضوع دوت. اتفضلي يا مريم. طبعا بيشرفنا حضور سياده العميد استاذ الدكتور عبد الحليم فؤاد، سياده الوكيل استاذ الدكتور خليفه الضامي، واستاذ الوكيل استاذ الدكتور ناصر عبد الوهاب، وطبعا اساتذتي بالقسم التشريع. وده بنعتبره نشاط علمي للقسم ونشاط علمي للكليه، لان طريقه التدريس ديت موجوده كطريقه من طرق التعليم والتعلم للطالب الجامعي اثناء حصولنا على الاعتماد. هذا بتاع عمليه الاورجانيزيشن اللي هي تكون الاعضاء.
زمان. الامبريوجينيسيس، فرق من الامبريولوجي وفرق من الامبريوجينيسيس. ده حلو، دي العملية بقى اللي بيحصل فيها عملية التكوين. الامبريوجينيسيس is a process by which the embryo forms or develops. العملية اللي بتتطور فيها الجنين وبتتطور الانسان. انا بس انا بشكر سيدتها الدكتورة نفهت، وبشكرك انت جدا جدا، وبشكر قسم التشريح على الحاجات الجديده اللي دايما كلنا لسه موجودين في اسبوع 10 ايام في حاجه موجوده هناك، فدي طريقه جديده للتعلم، فدايما احنا اساتذتنا في التشريح بنتعلم منهم كتير جدا. انا بشكركم وبتوع صاروخ كده في مصر، يمكن احنا بنشتغل مع كده العيال بدات ان شاء الله يظهر عليهم كل فكره بدأوا يبقوا ربنا يوفقهم ان شاء الله. Thank you.
المرض. ماشي.